أوروبا الغارقة في جهود مكافحة التطرف أمام خيارات كثيرة تتنوع بين الدول، غير أن المشترك هو ضرورة وقف تمويل الإرهاب والتأثير الخارجي القطري التركي تحديدا على جماعات الإسلام السياسي في أوروبا. خبراء أوروبيون يؤكدون أيضا ضرورة وضع برامج وقائية لمنع انتشار الفكر المتطرف والإرهاب، مع تزايد وتيرة العمليات الإرهابية في عدة دول أوروبية شددت الحكومات هنا إجراءاتها الأمنية. فما المطلوب أكثر أوروبيا؟ وكيف يجب الموازنة بين محاربة التطرف أمنيا وفكريا ودينيا؟ نبحث في هذا الموضوع مع ضيوفي من باريس. ينضم إلينا الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية دومينيك ترانكوم، ومن مونستر مستشار الحكومة النمساوية ومدير مركز توثيق الإسلام السياسي مهند خورشيد، ومن برلين عضو مجلس أمناء الحزب الحاكم الألماني وخبير العلاقات الدولية دكتور مصطفى العمار. أهلا وسهلا بكم. لكن قبل بدء الحوار نستمع إلى أبرز الكلمات خلال ندوة افتراضية حول انتشار الأيديولوجيات المتطرفة في أوروبا في الفترة الأخيرة. دعوني أكون واضحة جدا بأن هذه الحرب ليست بين المسلمين وغير المسلمين أو بين المهاجرين وغير المهاجرين، إنها حرب ضد قوى تريد أن تفرقنا، وهذه القوى تحارب أسلوب حياتنا بكل الطرق حتى العنف. إن التمويل القطري يمثل خطورة حقيقية، فبشكل عام هناك تصور مختلف في الدول ذات الأغلبية المسلمة للعلاقة مع الدولة والديمقراطية ومكانة المرأة في المجتمع، ولذلك علينا إذن خلق الظروف الملائمة ليكون الإسلام في أوروبا إسلاماً بعمق أوروبي. وهذا ليس أمراً سهلاً، فهو مشروع يحتاج تنفيذه لعشرات السنين من العمل الجاد. إن أردوغان يريد أن يتولى دفة العالم السني بدعم ومساعدة مباشرة من تنظيم الإخوان، إنه يريد تحقيق ذلك لأهداف ودوافع داخلية. وأود الإشارة هنا إلى أن فرنسا ستحضر التنظيم الذي يمثل جماعة الإخوان على أراضيها، وهو ما يسمى بتجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا. نحن نعتبرها معركة سياسية كبيرة، فأردوغان يستهدف الجاليات التركية من خلال قنصلياته وعبر تمويل الجماعة للسيطرة على الإسلام في فرنسا. تركيا كانت دولة علمانية، وكنا سعيدين لسنوات أن السلطات الدينية التركية خاصة قبل أردوغان كانت تحترم علمانيتنا، وكانت الصلاة في المساجد التركية متوائمة مع علمانيتنا ودستورنا. لقد تغير هذا فجأة، وليس بسبب تحديات عامة، بل بسبب سياسة أردوغان في دولته، مثل حربه ضد حركة جول وغيرها. سياسته هذه وصلت إلى المساجد وأصبحت أكثر خطورة، وحدثت أشياء غير مقبولة، ليس بسبب تطرف الناس نحو الإرهاب، بل بسبب السياسة التركية. إذا نعود للترحيب بضيوفي في هذا الحوار من باريس مجددا. ينضم إلينا الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية دومينيك ترانكون من مونستر، في مستشار الحكومة النمساوية ومدير مركز توثيق الإسلام السياسي مهند خورشيد، ومن برلين عضو مجلس أمناء الحزب الحاكم الألماني وخبير العلاقات الدولية دكتور مصطفى العمار. أهلا وسهلا بكم مجددا. أبدأ معك دومينيك ترانكون، هل اقتنعت الدول الأوروبية فرنسا وألمانيا وغيرها بأن الإسلام السياسي يشكل مشكلة داخل دولها، يشكل تهديد ليس مجرد حركة فكرية، وأنه أيضا ذراع، بات ذراع لقوى خارجية للتدخل في المجتمع الأوروبي، وبالتالي عليها أن تميز بين الإسلام السياسي وبين المواطنين أو المقيمين المسلمين في التعامل ودعم هؤلاء المسلمين ضد الإسلام السياسي؟ نعم أنت محق تماما، هناك اليوم شيئان، تهديد من الإسلام المتطرف الذي يريد أن يدمر الجمعيات الديمقراطية التي لدينا في أوروبا، وبين المسلمين العاديين في النمسا وفرنسا وغيرها والذين يشاركون في المجتمع ولا يمثلون مشكلة. أعتقد أن كل الدول الأوروبية عليها أن
تتوصل إلى إجماع من أجل أن تسترجع تاريخ المسلمين في كل دولة. علينا أن نعرف أن فرنسا وكما تعلمون مررت قانونا في 1905 ويفصل بين الكنائس والدولة، لأنه كما تعلمون كانت الكاثوليكية هي المسيطرة، الإسلام لم يكن موجودا. اليوم هناك قانون ومشروع قانون مقترح، وهو يشمل العديد من القواعد، وينص على أن ذلك القانون 1905 سيعدل من أجل أن يفصل بين الدين والدولة، وأن كل دولة تتبنى تشريعاتها. هناك معركة ضد الإسلام المتشدد والمتطرف، كما قلتم الإخوان المسلمين هم على رأس القائمة. طيب، هنا أذهب إلى النمسا. يعني أستاذ مهند خورشيد، النمسا الآن بصدد إصدار قانون يعني الحظر الإسلام السياسي، كيف وصلت النمسا إلى هذه الدرجة، إلى هذه الخطوة، وكيف تتعامل مع التيارات الإسلامية أو المجتمعات الإسلامية على أرضها في مقابل هذا القانون؟ النمسا يعني كانت تعاني في السنوات الماضية من الإرهاب الجهادي، خاصة أن هناك كثير من الذين جاءوا من الشيشان المتدربين الذين قاموا بعمليات أو كانوا ينوون بالقيام بعمليات جهادية في النمسا، وتم يعني القبض عليهم في الوقت المناسب. ولكن الآن بدأ الوعي في عند السياسة النمساوية أن المشكلة ليست فقط في أولئك الجهاديين الذين يريدون أن يفجروا أنفسهم أو يفجروا من حولهم، المشكلة هي في الفكر الأيديولوجي. والدولة النمساوية في السنوات الماضية بدأت تعي أن هناك يعني تمركز كبير في النمسا لجماعات الإسلام السياسي كمثل جماعة الإخوان المسلمين، وبدأت تفهم أن الأيديولوجية التي هي خلف هذه الجماعة هي ذاتها تلك الأيديولوجية التي تصب في آخر الطريق في العنف أو في الإرهاب. فبدأت النمسا الآن بخطوات عملية، خاصة بعد مراقبة لمدة سنة ونصف لهياكل للإخوان المسلمين في النمسا منذ شهر الثامن من 2019، وفي يوم 9 نوفمبر من يعني يوم 9 من هذا الشهر قامت بتفتيش حوالي 70 مركز وبيت، ووجدوا نقودا كثيرة، وجدوا أشياء كثيرة التي يتم الآن تحليلها. ويعني اقتنعت الآن الحكومة النمساوية أن هناك خطر فكري، خطر أيديولوجي يفصل المسلمين عن باقي المجتمع، ويحاول فصل المسلمين عن المجتمع. طبعا الإشكالية الكبيرة التي تواجهنا الآن أن هذه الجماعات، يعني حتى جماعة الإخوان، تحاول تسويق هذا الذي حدث يوم 9 نوفمبر أن هذا هجوم على المسلمين، على الإسلام. لذلك كما سمعنا في التقرير، وزيرة الاندماج ورئيس الوزراء يعني يكررون في كل مرة يتحدثون فيها عن الموضوع أن هذه ليست حرب ضد الإسلام، بالعكس نحن نريد أن نحمي المسلمين من أولئك الذين يستغلون دينهم لتشويه الدين بسبب أجندات سياسية. طيب دكتور مصطفى العمار في برلين، ما رأيك، هل كشفت ما تسمى بثورات الربيع العربي لأوروبا حقيقة ما يسمى بالإسلام المعتدل الذي أريد الترويج له أمريكيا في المنطقة؟ فشاهدت أنه حتى في الدول التي تخلصت يعني من رؤسائها مثل ليبيا أنتجت مزيدا من التطرف. يعني في سوريا حتى من خرج مطالبا بالحرية تشاهد يذبح الناس ويعني يعطي بيئة حاضنة لنصرة وداعش. هل أثرت هذه الصورة على الذهنية الأوروبية التي كانت تعتقد بأنه كل التيارات الإسلامية هي مستضعفة وهي هاربة من الدول العربية من القمع، وبالتالي هي لا ضرر منها على المجتمعات الأوروبية؟ مساء الخير. طبعا بالتأكيد أنا أؤكد وأؤيد كل ما قلته عزيزي الكريم، لأن سياستنا في الماضي كانت في غيبوبة، كانت دائما يعني حتى كانت لا تسلط ولا تعمل الرقابة على المساجد أو على المنظمات أو على الجمعيات
التي هي تأخذ التمويل وتأخذ الأموال من الحكومة، لكنها كانت تأخذ هذه الأموال وتصرف وتوزع على حركات وعلى تنظيمات نحن لا علم إلا ما فيها. وهذا السبب هو صراحة هو الثقة الزائدة من الحكومة في الجمعيات الإسلامية، لأن الجمعيات الإسلامية دخلت وتوغلت مثل السرطانات في الكثير من مراكز الدولة هنا، مثل ما نعرف أو يعرف أيضا الزملاء هنا معك في البرنامج. عندنا المؤتمر الإسلامي الذي هو تقريبا هذا منذ 20 عام أعتقد، وإلى الآن هناك أيضا أصبحت انشقاقات داخل هذا المؤتمر. لماذا أصبحت انشقاقات؟ وهناك أيضا منافسة كبيرة، لأنه صراحة لم نعمل شيء ضد الإخوان أو الإسلام السياسة الإسلاموية. المشكلة هنا في أوروبا صراحة، يعني الآن فرنسا أيقنت أن الموضوع الخطر أو النار وصلت إلى ديارها والنمسا، فماذا على ألمانيا؟ ألمانيا عملت بالتعاون مع إسرائيل في الأشهر الماضية، تم منع حزب الله، ولولا صراحة التعاون مع إسرائيل لم نستطيع أن نمنع حزب الله هنا في ألمانيا، أنا أقولها لك بكل صراحة. لكن هنا لدينا سياسات كبيرة ومعقدة، وسببها هو أيضا الأحزاب الموجودة هنا من الخضر والاشتراكية واليسارية وغيرها وغيرها. هذه كانت لسنوات طويلة كانت لا تريد أن نكون هنا ضد السياسة الإسلاموية، وهي التي أعطتها مثل ما نقول أعطتها المجال وأعطتها الفرصة للتنامي أكثر وأكثر والتوغل أكثر في الدولة. الآن لدينا مشاكل كثيرة، لكن كيف علينا الآن أن نواجه هذه المشاكل؟ من هو المسؤول هنا عن هذا الموضوع؟ ومن هو الممول؟ مثل ما قال السيد أرمين لاشيت الذي هو نائب السيد نائب الحزب الحاكم لدينا، مثل ما قال أن تركيا لم تكن هكذا في الزمانات، لكنها صراحة تغيرت. والآن على 3 مرشحين إلى قيادة الحزب الحاكم الذي سوف يكون في شهر الواحد، على 3 مرشحين لقيادة حزبنا الحاكم أن يكون لهم موقف ضد السياسة الإسلاموية. ما هو الإسلام السياسي هنا؟ عليهم أيضا توضيحه، لأن هذا الموضوع صراحة سوف يؤثر على أمننا الداخلي، بما أن الفرفاسون شوتسبيغشت اللي هو التقرير الاستخبارات الداخلية وضع الإخوان المسلمين ووضع السلفيين ووضع الذئاب الرمادية ووضع الكثير من الحركات والمنظمات الإسلامية على قائمة الإرهاب. لكن لماذا لحد الآن لا يتم منع هؤلاء من ممارسة نشاطاتهم هنا على الأرض الألمانية وعلى الأرض الأوروبية؟ وكانت لدينا فرصة، صراحة اسمح لي بهذه النقطة، كانت لدينا فرصة بأن ألمانيا كانت تترأس إدارة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر. ماذا فعلنا خلال هذه الفترة؟ كان من المفروض على ألمانيا أن تتعاون مع الاتحاد الأوروبي بحظر حزب الله والإسلام السياسي منهم الإخوان وغيرهم في أوروبا. هنا أعود لسيد دومينيك ترانكون. سيد دومينيك، من المسؤول عن اتخاذ قرارات فعلا لمحاربة الإسلام السياسي، التيارات التطرف؟ بداية نحن يعني كما فهمنا من الضيوف أنه السجال السياسي بعض الأحزاب التي يعني تتحدث عن الحريات وعن كذا يعني تعيق هذا الأمر أحيانا لأسباب سياسية وانتخابية، لكن أيضا المجتمعات المسلمة ما هي مسؤوليتها في أن ترفض وجود هذه التيارات بينها وأن لا تستسلم لها من وجهة نظر الحكومة على الأقل؟ ما رأيك؟ في فرنسا واضح جدا أن ماكرون أصبح صارما ومحددا التهديد، هو يقول الإسلام السياسي. هناك المجلس الإسلامي للديانة الإسلامية، وكان قد اجتمع مع الرئاسة الفرنسية من أجل أن يقدم بعد 15 يوما ميثاقا جمهوريا للمجلس الإسلامي
ومجلس الديانة الإسلامية. لذلك هناك شيئان، أولا هذه الحركة المطلوبة من الجاليات المسلمة، وأيضا تلك القوانين أو القانون الذي سيمرر في فرنسا والذي سيفصل الكثير من الأشياء، سواء التعليم والتربية أو الزواج أو الميراث أو كذلك تنظيم العبادات. كل هذه العناصر ستكون موجودة في مشروع القانون الذي سيمرر في القانون في البرلمان في الأشهر المقبلة. أعتقد أن هناك تسريعا حقيقيا يجري في فرنسا، وكل هذا سيكون في سياق انتخابي، لأنه بعد سنة ونصف سيكون هناك انتخابات، وكل الأحزاب تريد أن تتخذ موقفا متصلبا ضد كل التهديدات، وهناك شبه إجماع بأننا نمضي في الاتجاه الصحيح. لذلك بالنسبة لتمرير هذه القوانين هناك البرلمان وبعد ذلك الرئيس. طب سأعود للدكتور مصطفى العمار سريعا دكتور باختصار لو سمحت، حتى أعود لنمسا مع أستاذ مهند. دكتور مصطفى، هنا قلت بأنه فعلا يعني تركيا تغيرت والسياسات كانت في غيبوبة، لكن ألا تعتقد أنه أيضا سبب آخر ربما للصحوة هذه إذا جاز لنا التعبير، أنه صعود اليمين المتطرف؟ لأنه أحد أهم أسباب صعود اليمين المتطرف في ألمانيا، في النمسا، في كل أوروبا وحتى في فرنسا، هو هذه يعني ليس فقط الهجرة والمهاجرين، وإنما تيار الإسلام السياسي الذي يتصاعد بشكل قوي ينمو عليه اليمين المتطرف. يعني هما تيارين كل واحد ينمو على الآخر، وبالتالي الحكومة والأحزاب تجد نفسها في مأزق. ليس فقط الحكومة والأحزاب تجد نفسها في مأزق، أيضا نحن كمسلمين ديمقراطيين ما هو صراحة موقفنا أمام زملائنا السياسيين في الحزب الحاكم؟ يوجد تقريبا عدد قليل من المسلمين الذين هم ديمقراطيين جدا في الحزب، قسم منهم في هامبورغ، قسم منهم في ديسلدورف، وأنا من بادن فيرتمبرغ. فما هو موقفنا مرشحين أيضا للبرلمان؟ ما هو موقفنا؟ المؤتمر الإسلامي الذي يعقد في برلين كل فترة، هذا لا يمثلني أنا كمسلم علماني أو كمسلم منفتح أو ديمقراطي أتقبل التعايش مع الآخر، ولا يمثلني أيضا التمويلات القطرية المشبوهة التي تدعم الجوامع وتدعم الجمعيات الإسلامية لغرض القتل والإرهاب وغيرها، ولا يمثلني حزب الله، ولا يمثلني السلفية. أنا اللي يمثلني هو نظام التعايش، النظام الإسلامي المعتدل. لكن هنا أود أن أقول لك، نحن عملنا أخطاء كثيرة، من الأخطاء التي هي سياسة الباب المفتوح دون الكنترول أو دون الرقابة. العديد من السنوات قمنا نعطي الأموال إلى الجوامع والمساجد، وإلى أيضا إلى الجمعيات العربية الإسلامية. حتى قبل فترة صرحت بعض الجمعيات الإسلامية، قالت نحن إذا نأخذ الأموال من الدولة عليها أن لا تفرض الرقابة علينا لأنها مخالفة للدين الإسلامي. طيب هنا 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 الشريعة لا تحكم، وإنما هنا الدستور هو الذي يحكم، هنا دولة قانون، ونحن نريد أن نكون هنا أيضا نثبت انتمائنا إلى هذا البلد. اندماج. إذا يعمل في الاندماج، لكن إذا يعمل هؤلاء منهم السلفية والإخوان وحزب الله وغيرهم، هذه كلها تشوه، وهذا عبارة عن طعم لليمين المتطرف الألماني اللي موجود هنا الذي هو في تنامي. طيب في دكتور تنامي مصطفى. أكثر وأكثر. أستاذ مهند خرشيد، برأيك هنا أيضا أليست الجاليات المسلمة يعني في مشكلة في النمسا هنا بسبب هذه الصورة؟ لأنه الآن يعني دائما تجد تيار تنظيم الإخوان يتحدث عن الإسلاموفوبيا وعن إسلاموفوبيا، بينما تصرفات هذا التيار هي التي يعني تغذي الإسلاموفوبيا. يعني المسلم المندمج في المجتمع الأوروبي كيف يمكن أن يغذي الإسلاموفوبيا؟ هل يعني المجتمع المسلم والجاليات المسلمة مدركة لهذا الشيء، أنه عليها هي أيضا أن تتحرك وأن لا تترك الصورة للمتطرفين هم الذين يمثلون هذه الجاليات؟ هذا سؤال مهم جدا، وهو يصب في صميم المشكلة سواء في النمسا أو في ألمانيا. أنا أعمل في الدولتين. الممثلين الرسميين، الهيئات الرسمية الممثلة للمسلمين
يعني أكثر من 80% منها، إذا لم نقل حتى 90%، وهذا الذي لمح إليه الدكتور الأستاذ مصطفى، معظمها من تلك الهيئات الإسلام السياسي أو مدعومة خاصة من تركيا. يعني مثلا ألمانيا في 2000 مسجد تقريبا، 1600 مسجد منهم مدعومين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تركيا. فلذلك المؤتمر الإسلامي الذي تحدث عنه الأستاذ مصطفى، الذين يجلسون ليتحدثوا مع الحكومة الألمانية كما في النمسا الهيئة الرسمية التي تجلس مع الحكومة النمساوية ليتحدثوا باسم المسلمين، هم معظمهم من الإسلام السياسي. لأن المشكلة أن الإسلام يعني أتباع الإسلام السياسي صح هم قلة، ولكن هم مسيطرون على الهيئة الرسمية، منظمون أكثر ومدعومون أكثر. بالضبط، هذا هو. والآخرين، يعني سؤالك يعني فعلا مهم، لأنه نحن نقول دائما 80 إلى 85% من المسلمين في ألمانيا أو في النمسا هم كما تفضل الدكتور مصطفى يعني ليسوا تحت غطاء أي هيئة، يعني ناس ديمقراطيين عاديين مندمجين في المجتمع، يريدون السلام والحياة عاديا. ولكن هؤلاء لا أحد يتحدث باسمهم لأنهم غير منظمين. أولئك هم ولا هم ينظمون نفسهم، بدهم حدث. هذا هو، بالضبط، لأنه يريدون من ينظمهم. للإنسان المسلم عكس الكنيسة، الكنيسة هي يعني هيكلها تنظيمي، ولكن في الإسلام لا يوجد ذلك الهيكل التنظيمي. فأولئك يعني الإسلام السياسي هم منظمون لأسباب سياسية ليس لأسباب دينية. طيب. فهذه النقطة لا تفهمها الحكومات الأوروبية خاصة الألمانية والنمسية. نقطة فقط أخيرة تعرضت لها حضرتك، اليسار السياسي هنا لا ننساه أيضا، اليسار السياسي سواء في ألمانيا أو في النمسا متعاطف جدا هو مع الأقليات، وهذه الورقة تلعب بها أتباع الإسلام السياسي، ورقة الضحية، نحن ضحية، إذا انتقدتمونا فسوف يأتي اليمين أيضا ضدنا، كلكم ضدنا. فيأتي اليسار يتعاطف عن سذاجة نوعا ما، فيقول هؤلاء مساكين فنحن نتعاطف معهم فيدعمونهم. يعني هنا في النمسا أو في ألمانيا ترى اليسار السياسي يدعم هؤلاء. لذلك مهم جدا أن نقول للمسلمين أنهم يكذبون عليكم عندما يقولوا الحكومات الأوروبية هي ضدكم، هي ليست ضد الإسلام وليست ضد المسلمين. يعني خاصة في النمسا وألمانيا، يعرف الأستاذ مصطفى تدريس الدين الإسلامي في المدارس إلى آخره، هناك اعتراف إيجابي بالإسلام من قبل الحكومات. المشكلة هي مع تلك مع الإسلام المتطرف لا مع الإسلام. طيب سيد دومينيك ترانكون، هنا أسألك بصراحة، هل المشكلة انفجرت بسبب خلاف سياسي بين فرنسا وتركيا، سواء مشكلة في شرق المتوسط، مشكلة في أفريقيا، تنافس، وبالتالي الآن لسبب الخلاف مع تركيا باريس تحاول أن تفتح ملف التطرف الإسلاموي أو الإسلام السياسي؟ يعني إذا صار في مصالحة بين الحكومة التركية وفرنسا في بعض الملفات، هل ستتراجع فرنسا عن فتح هذا الملف، أم أنه الموضوع تجاوز أي خلاف سياسي، أصبح الآن شأن أمن قومي فرنسي؟ هذا الأمر مستقل بشكل كامل. المعركة ضد الإسلام السياسي هي داخلية، وذلك بسبب ما يقوم به أردوغان. عندما أتحدث عن تركيا أنا أتحدث عن حكومة أردوغان تحديدا، وتركيا لا يجب أن تظل رهينة بأردوغان الذي له رغبة في السيطرة واستخدام الإخوان المسلمين، وهؤلاء لا يمثلون الشعب التركي. أنا آمل أنه في الانتخابات المقبلة أن يهزم أردوغان حتى تعود تركيا علمانية بحسب ما وضعها كمال أتاتورك، وحتى تعود العلاقات مع فرنسا كما كانت في السابق. أعتقد أن الموضوع المناقش في فرنسا هي أن عددا من المواطنين المسلمين الفرنسيين يعيشون بشكل ممتاز داخل المجتمع الفرنسي، ولكن الإسلاميين المتطرفين يريدون أن ينفصلوا عن المجتمع
المجتمع الفرنسي، وهو ما نسميه الانفصالية الإسلامية. أعطيكم مثالا، المساواة بين النساء والرجال، هذا مبدأ راسخ في الدستور الفرنسي وفي شعار فرنسا الأخوة والمساواة والعدالة، والإسلاموية السياسية تناهض هذا، ونحن لا يمكن أن نقبل ذلك. ولذلك الأمر يتعلق بهذه الحركة المتشددة الإسلاموية التي كان لها مجد خلال داعش في الشام، والآن أصبح يحمل مشعلها الإخوان المسلمون، ونجد أيضا وجودا لها في الساحل حيث تناضل فرنسا من أجل مواجهة تلك التوجهات والتحركات. طيب نختم معك دكتور مصطفى العمار في دقيقة متبقية، باختصار الإسلام السياسي هل يحاول استغلال ثغرات الديمقراطية في أوروبا من أجل تثبيت نفسه؟ هل يعني يعتبر الديمقراطية هي وسيلة من أجل تحقيق أهدافه، وبالتالي هو مطالب يعني من قبل الحكومات التنبه لهذه النقطة؟ بالتأكيد هو دائما يحاول أنه يستغل هذه الثغرات، ويستغل ليس فقط الثغرات وإنما يستغل الديمقراطية بأكملها، يستغل حرية التعبير. حرية التعبير هنا ليس هي لشعارات القتل والكراهية وغيرها والتفرقة، لكن أعود وأقول الذنب هو صراحة في سياستنا. علينا الآن أن نضرب بيد من حديد وأن نكون أكثر وضوحا للناس حتى لا نخسر المسلمين المعتدلين، المسلمين المثقفين الذين هم أصحاب رؤية، أصحاب تعايش، ويريدون هنا أن يندمجون في المجتمع، يريدون أن يعملون، لأنهم الآن يلتلقون صفعة على جبينهم بسبب ما تعمله السياسة الإسلام السياسي. أشكر تحياتي لك وشكرا لك. أشكركم جميعا ضيوفي في هذا الحوار من برلين، عضو مجلس أمناء الحزب الحاكم الألماني وخبير علاقات الدولية دكتور مصطفى العمار، من مانشستر مستشار الحكومة النمساوية مدير مركز توثيق الإسلام السياسي مهند خورشيد، والشكر أيضا موصول للباحث في الشؤون